مساء الخير، جولة جديدة من جولات اليوم. أهلا بحضراتكم. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في جولة تفقدية للكلية الحربية في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. عقد الرئيس لقاء مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس، وأيضا استمع لآراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات. استعرض موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، وأكد الرئيس على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي وتناول جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة. أيضا أشار الرئيس لأهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري. خلونا نتابع هذه الجولة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية. رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وهنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن. السلام عليكم. اسمحوا لي ان انا اوجه لكم التحيه والتقدير والاحترام والمحبه، وانا عارف ان الكليه خلال الفتره ديت هتبقى ان شاء الله يعني بتستعد لحدثين مهمين قوي. الحدث الاول هو التخرج بتاع الكليات العسكريه، واتمنى لكم التوفيق فيه. والحدث الثاني هو استقبال طبعا طلبه الكليات العسكريه الجدد يعني. واسمحوا لي اقول لكم ان يعني بمناسبه الطلبه الجدد، احنا حريصين جدا على ان احنا يعني ننتقي افضل العناصر، وده المعيار الوحيد اللي احنا الحقيقه يعني حريصين عليه. لكن يعني بقولها لان بعض الناس بتعتقد ان ممكن يبقى في وسيله اخرى او وسيله يعني للانضمام لينا، وده امر احنا يسعدنا ان الناس تبقى عايزه تنضم للكليات العسكريه وللقوات المسلحه الحقيقه، ولكن اللي هو بالمسار زي ما قلت كده بالمعيار اللي احنا حاطين مجموعه من المعايير. المعايير دي لما بتتحقق بيبقى في فرصه كبيره جدا لابنائنا ان هم يكونوا موجودين معانا. عايز اطمنكم على أوضاعنا الداخلية باختصار شديد، وعايز أقول لكم إن إحنا الحمد لله رب العالمين في تعاملنا مع الأزمة اللي موجودة دلوقتي، أو حتى خلال ممكن أقول 3 سنين دلوقتي، يعني السنتين بتوع أزمة كورونا والأزمة بتاع الأزمة الروسية الأوكرانية دلوقتي، إحنا كنا حريصين على إن ده يكون تأثيراته علينا أقل ما يكون على مواطنينا وعلى شعبنا. يعني إيه؟ يعني إحنا كنا دايما بنتحرك في الأزمة ديت فيما يخص الأوضاع الداخلية عندنا. واحد، إنها لا تؤثر بالنقص، ما بقاش في نقص في سلع تحتاجها المواطنين، سلع الأساسية أنا بتكلم على فكرة. ثم إن تكلفتها تكون إلى حد كبير مناسبة للناس، وده اللي قدرنا ننجح فيه خلال السنتين والسنة دي إن شاء الله. وأنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة تعرفوها، إن إحنا في مصر
لم نعكس ابدا التكلفة الحقيقية للأسعار اللي يعني شهدت قفزة كبيرة الحقيقة. احنا حرصنا جدا جدا ان الموضوع دوت المواطن ما يتعرضلوش تعرض مباشر، وإلا كانت الأسعار كانت هتبقى قد كده كثير جدا جدا الحقيقة. بمعنى ان نوفر السلع، ولكن أسعارها لو كانت نتيجة ان تعثر سلاسل الإمداد أو قلة المعروض أو ارتفاع تكلفة الشحن تؤثر على سعر السلعة ديت، ما نخليش المواطنين في مصر نقول هي السعر اللي بتتكلف الرقم ده ونعرضها على الناس بالثمن ده، لا ده ما حصلش ومش هيحصل. احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نقول ان الأسعار اللي كانت موجودة نحاول نحافظ عليها، انا بتكلم على السلع الأساسية. والكلام ده أيضا بيشتمل على أسعار الطاقة، سواء كانت طاقة بنتكلم في كهرباء أو بنتكلم في طاقة بوتاجاز أو الطاقة البنزين والسولار. الخلاصة لدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية هذا العام. عملنا مجموعة إجراءات، محاولة من الدولة ومن الحكومة إن هي تخفف عن مواطنيها بحزم تبقى تلطف من التضخم الكبير اللي مش بس موجود في مصر، الحقيقة موجود في مصر وموجود في العالم كله. بقية الأمور الحمد لله رب العالمين الأمور ماشية، احنا شغالين وبنجتهد جدا، بنحاول ان احنا في مجال الصناعة، وده اكتر موضوع بنتحرك فيه دلوقتي عشان نتمكن من خلاله ان احنا نقلل فاتورة الاستيراد، وايضا نزود فاتورة التصدير ما امكن. يعني طبعا انتوا يمكن سمعتم عن موضوع الحوار الوطني، وده امر يعني مهم قوي 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 ان احنا يبقى فيه بيننا وبين بعضنا جميعا بكل طوائف وفئات الشعب يبقى فيه نقاش وحوار على القضايا الوطنيه المختلفه اللي بتهم كل الناس. وزي ما انا قلت اثناء اطلاق هذا يعني الحوار في رمضان اللي فات، ان احنا مهم قوي ان احنا نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين. وبالمناسبة الاختلاف ده سنة من سنن الكون اللي احنا موجودين فيه، مش ممكن ابدا نبقى موجودين كلنا بفكر واحد وبرأي واحد وبتصور واحد يعني تجاه اي قضية بنتكلم فيها. يتبقى في وضع تاني مهم برضو يمكن خلال اليومين اللي فاتوا او امبارح تحديدا حصل فيه تصاعد، احنا بنتكلم على الاوضاع في قطاع غزة، واحنا حريصين الحقيقه ودورنا ايجابي جدا جدا من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والاسرائيليين، ان دايما يبقى مفيش ازمات ومفيش احداث عنف ولا اقتتال، وده اللي احنا بنحرص عليه من خلال اتصالاتنا بيهم زي ما انا قلت. يعني طبعا حصل يعني امبارح يعني خروج عن ده، واحنا اتحركنا كالعاده واتصالاتنا على مدار الساعه مع الجميع عشان الامور ما تخرجش عن السيطره ويحصل اقتتال. لكن اللي اقدر اقوله لكم ان احنا بنبذل جهد كبير مع شركائنا بان احنا نستعيد الهدوء مره ثانيه والاستقرار والسلام داخل القطاع. ده اللي انا ممكن اقوله بالنسبه لقطاع غزه، وده احدث ازمه موجوده دلوقتي وبنحاول ان هي تنتهي ان شاء الله، وربنا يساعدنا ان احنا يعني ما يحصلش اكتر من كده. النقطة الثانية اللي برضو مهمة أو ان انتم يعني يمكن تابعتم خلال الايام القليلة الماضية الازمة الصينية اللي موجودة والتطورات اللي حصلت خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، وانا عايز اقول لكم ان احنا في سياستنا الخارجية حريصين على ان احنا ندير او لينا ثوابت في سياستنا لا تتغير، ودايما حريصين على ان هي تبقى داعمه للاستقرار والسلام الاقليمي والدولي، عشان يعني العالم طبعا يهمنا قوي ان هو يبقى دايما مستقر لصالحنا كلنا. وبالتالي احنا لينا سياسه ثابته تجاه الوضع في تايوان، وبنقول دايما ان مصر مع الصين دوله واحده، لان ده الحقيقه لصالح الاستقرار والامن في العالم. والحقيقه احنا مش محتاجين ان احنا يبقى في أزمات أكتر من كده تؤثر علينا كلنا.
بقيه الاوضاع طبعا يمكن انتوا يعني تابعتم اللجنه العربيه او المجموعه العربيه اللي يعني اللي انبثقت عن الجامعه فيما يخص الازمه الاوكرانيه، وتحركت في اتجاه الاتصال مع روسيا ومع اوكرانيا في محاوله يعني لتهدئه الامور والعوده الى مسار دبلوماسي يمكن ايجاد حل سياسي للازمه بعيدا عن الحرب. يعني طبعا انتوا تابعتوا ان في اتفاق فيما يخص خروج الحبوب من اوكرانيا ومن روسيا، في لان ده امر مهم جدا جدا مش بس لينا ده العالم كله، لان الكميات اللي بتخرج من الحبوب كميات ضخمه جدا والعالم في حاجه ليها، وبالتالي يمكن ده يكون تطور ايجابي نتمنى انه يستمر. وخليني اقول لكم ان انا مش انا بس الحقيقه اللي بفتخر ومعتز بالقوات المسلحة، لا والله أنا أتصور أن كل الشعب المصري عادة طبعا يعني الأشرار يعني مقدرين جدا جدا الجهد والدور اللي القوات المسلحة بتقوم به في كل الأوقات، حتى في أوقات الأزمات اللي احنا موجودين فيها والدور بتاع القوات المسلحة خلال فترة ال7 سنين اللي فاتوا دول كمان، أو ال10 سنين اللي فاتوا دول من 2011 وحتى الآن، دور بصراحة يعني محتاج مننا كلنا كتاب ومفكرين ومثقفين ان احنا يعني نلقي الضوء عليه، لان هو احد اهم الاسباب. وانا لما بقول ده مش بقول ده انحياز، ده مش انحياز، انا بقرر واقع وبحاول اكون امين وموضوعي جدا. يعني القوات المسلحة قامت بدور حمت البلد ديت من كل شر وسوء، والحماية هنا مش حماية بالدم فقط في مواجهة الإرهاب والتطرف، لا، الحماية هنا كانت حماية حتى في التصدي لعملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة. جزء من الدولة أصيل جدا بيشتغل بكل قوة من أجل التقدم ومن أجل استعادة يعني أو تخفيف أو زي ما ممكن نقول تعويض الوقت اللي فاتنا خلال الأزمة اللي حصلت من 2011 وحتى الآن. فمرة تانية أنا بسجل لكم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام، وأتمنى لكم إن شاء الله في إن احنا نرى حفل التخرج نسعد بها كلنا ونفرح مع أبنائنا اللي هيتخرجوا، عقبال اللي موجودين كل واحد يجي دوره ويبقى ياخد مكانه. وبالمناسبة أنتم الجيل اللي هيتولى مسؤولية حماية هذا البلد، اوعى تتصور انك انت قيمة كبيرة. شكرا جزيلا. كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديدة لطلبة الأكاديمية. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع طلبة الكلية الحربية واعضاء هيئة التدريس، واستمع السيد الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات. في البداية انا برحب بيكم وسعيد ان انا التقي بيكم النهاردة، وانا عارف ان المجموعة اللي قدامي دي هي ان شاء الله اللي هتتخرج يعني، فمبروك مقدما، وده حاجة جميلة جدا في حياتكم، وهيبقى بداية لحياة جديدة خالص غير الحياة اللي انتوا شفتوها يعني قبل الكلية وأثناء الكلية حتى، يعني هتبدأ الحياة العملية بتاعتكم. فأنا بهنيكم إن شاء الله بالتوفيق يعني وموفقين. يعني أنا في الغالب لما بعمل لقاءات زي كده بقول إيه، أنا أتكلم وأنتوا تتكلموا وأسمع منكم وتسمعوا مني، بدل ما مسؤول عن الناس كلكم هتبقوا مسؤولين من ان شاء الله بتخرجكم يعني. وبما انتم مسؤولين عن الناس ديت لازم تبقوا على تواصل كبير مع الناس ديت. انت قائد فصيله مثلا عندك عدد من الجنود بقيت مسؤول عنهم، او في اي موقع انت شغال فيه هيبقى عندك ناس انت بتقودهم وبتدير عملهم. مهم قوي انك انت
تبقى على تواصل معاهم، والتواصل ده انك انت تتكلم معاه وتسمع كمان منه، مش انت بس اللي تتكلم، لا هو يتكلم كمان وعلمه انه يتكلم. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا في اي موقع وفي الجيش كمان بالذات. ليه؟ لان انتوا بتقوموا بمهمة كبيرة قوي، مهمة حماية وطن بحجم ومساحة وعدد سكان مصر، متعلق في رقبتنا كلنا وفي رقبتكم. وبالتالي الالتزام ده اوعى تفتكروا ان هو التزام بسيط، اوعى تتصور انك انت قائد برتبة ملازم ده حاجة، لا ده حاجة عظيمة جدا. ليه؟ لان هو القوات المسلحة قوامها كده. فاللي انا عايز اقول لك انك انت مهمتك مش قليلة ومش بسيطة، ومهمة في منتهى الامال، ان هي البداية الحقيقية للتواصل والمسؤولية المباشرة عن الكفاءة الحقيقية للقوات المسلحة. يعني انا هبقى مسؤول عن معرفة وعلم وتدريب كل فرد تحت قيادتي. ايوه. وبالمناسبة ما سيبناش شيء في بناء الشخصية العسكرية المصرية او نجهزك للمهمة الا ما عملناه. احنا في تطوير مستمر، ودي نقطة مهمة أوي انا عايز اقولها لكم برضو. اوعى تتصور انك انت لما تيجي تعمل موضوع ما تعملش اعادة تقييم مستمر للي انت عملته، وتتصور ان هو ده بقى ايه يعني ايه الصح اللي ما فيش بعد منه. لا، لازم اختبرها كل شوية، واتأكد ان هي فعلا بتقوم بالمهمة المطلوبة منها. ثم محتاجة تطوير، اكون عندي الشجاعة واقول ان احنا محتاجين بالدراسة والفحص ان احنا نطور ده. واستعرض سيادته موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الاوسط. فيما يخص الازمة الصينية، احنا مصر لها علاقات في سياستها مبنية على الاعتدال والتوازن وعدم التدخل في شؤون الآخرين، السعي دائما من أجل إحلال السلام والاستقرار وتفضيل المسارات الدبلوماسية والسياسية على أي مسارات أخرى. فمثلا فيما يخص الأزمة الصينية، إحنا لنا موقف واضح ومعلن اللي هي سياسة الصين الواحدة. محتاجين إن إحنا الاستقرار يعم في العالم، عشان العالم بيعاني كثيرا جدا جدا من أي أزمة ممكن تقع هنا ولا هنا. برضو في زي ما قلت في الأزمة الروسية كده، بيسألني بيقول لي متى. أنا ما أقدرش أجاوب لك على السؤال ده، ما أعرفش. وليه ما أعرفش؟ مش عشان حاجة، لأن عناصر الأزمة فيها حاجات كتير، لكن إحنا بنحاول يكون دورنا إيجابي، نشجع على أن الأزمة دي تتحل بالمسار الدبلوماسي والسياسي. طبعا نحاول ننزع فتيل أي أزمة. طبعا ده خط عام لمصر، وده برضو اللي احنا بنعمله حتى مع فيما يخص قطاع غزة. اي ازمة احنا حريصين على ان احنا ننزع فتيلها، لان الاستقرار والسلام ده مسار احنا بنؤمن بيه وبنعيش بيه وشفناه، وانا من الجيل اللي شاف ده في مصر وعرف قد ايه ان السلام مهم قوي. وبالتالي يعني يمكن احنا كلامنا فيما يخص قطاع غزة دايما ايجابي مع الاطراف كلها، ان انتم التهدئة وعدم التصعيد وحل اي امور من خلال يعني الحوار وكده. وده جهد احنا بنعمله دلوقتي عشان يعني، وبنحس الاطراف وبنشجعها على ان هم الامور ما يتمش تصعيدها يعني. واكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية امن مصر المائي. برضو السؤال بتاع سد النهضة، يعني انا عايز اقول لك ايه، او اقول لكم كلكم، احنا خدنا في مسار سد النهضة مسار دايما دبلوماسي والتفاوض للوصول الى حل ليه. وده الهدف كان منه، ان دايما ان احنا لما يكون في أزمة او في مشكلة نلجأ في علاجها الى حاجتين، الصبر والتفاوض، ثم كمان إجراءات نعملها إحنا كمان على مستوى بلدنا، عشان نبقى مفيش نقطة مية تبقى موجودة في مصر إلا ما ممكن نستفيد منها بشكل كويس. ولو أنتم متابعين أو معرفش يعني، هتجدوا إن إحنا مثلا محطات المعالجة الثلاثية المتطورة
للصرف الزراعي الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان نخلي الميه زي الميه اللي قدام مني كده وتستخدم للزراعه مره ثانيه. واحنا عملنا لغايه دلوقتي محطتين رئيسيتين، هما المحطتين الحقيقه في سيناء المحسمه بحر البقر، لكن في المحسمه اللي هي اللي قدام الاسماعيليه دي حوالي يعني 1,000,000 متر، والتانية حوالي 5.6 مليون متر. انا بتكلم كل ده في اليوم، ودول احنا افتتحناهم وانت شفتوهم. في محطتين احنا شغالين فيهم تانيين، فده عباره عن جهود الدوله المصريه لتعظيم الاستفاده من الميه الموجوده عندها واستخدامها اكتر من مره، ويمكن تكون دي نفقات علينا، لكن احنا بنعملها ثم تبطين الترع ثم الزراعه الحديثه والى اخره. يعني اجراءات الدوله المصريه في ان هي تعمل امن مائي من الميه اللي موجوده عندها احنا شغالين فيه، ويمكن قلت من شهر ولا اتنين واكده معاكم ان احنا يمكن هنكون من اوائل الدول اللي في العالم اللي بتستفيد من الميه وبتعمل لها معالجه، من اوائل دول العالم، يمكن نكون اول او تاني دوله في العالم بتعمل البرامج ديت. طيب هل الموضوع بتاع سد النهضه احنا متحركين فيه؟ متحركين فيه، بس بهدوء، بس بتفاوض. ودايما اقول الكلمه ديت، بختم بيها كلمتي، دايما اقول لكم الامور ما بتتحلش بالصوت العالي، الامور بتتحل بالقدره والعمل والصبر. في الاخر ميه مصر دي امانه في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش محدش هيمسها ان شاء الله، بهدوء خالص. وتناول سيادته جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة. محاولتنا ان احنا نحسن حياة الناس ونقلل معاناتها في ظل الظروف الاقتصادية اللي انتوا اتكلمتوا عليها. طب نتكلم، احنا كنا عملنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016، والحمد لله رب العالمين، وبدعمكم، دعم أسركم، انا بتكلم عليكم كطلبة، والكلام ده برضو انا بتكلم هيوصل للناس بعد كده ان شاء الله، لاسركم، ده بدعم المصريين وتضحياتهم نجحنا في البرنامج ده، وعملنا فيه انجاز كويس، وكنا معدلات نمونا كانت كويسه، مش 3% ولا 4%، 5 و5.5، وكنا رايحين ل6 ويمكن اكتر من كده. لما جت جائحه كورونا، خلي بالكم العالم منظومه على بعضها، العالم منظومة على بعضها، ويمكن الأزمة الروسية الأوكرانية بكم سألتوني عليها برضو، كان أنت شفتوا تأثيرات الأزمة دي على العالم، عملت إيه في الأسعار، وعملت إيه في سلاسل الإمداد. الكلام ده كله كورونا بشكل أو بآخر كان لها تأثير عليه، ولكن عايز أقول نجحنا في البرنامج الاقتصادي اللي احنا أطلقناه في نوفمبر 2016، كان هو اللي خلانا نقدر نتحمل صدمة السنتين بتوع أزمة كورونا. ومع الوضع في الاعتبار، احنا برضه عملنا حزم تمويلية تخفف على الناس، على الناس، الناس اللي فقدت أشغال ليها في السياحة نتيجة الأوضاع ديت، قدمنا دعم الناس اللي كانت، لكن حرصنا على أن مسارات العمل في الدولة تستمر حتى لا يتوقف ملايين من الناس اللي بتشتغل عن الشغل. طيب لما خلاص خلصنا كورونا، ابتدينا نخش بقى يعني الدنيا هتنتهي وهتتحسن، فدخلنا في يناير وفبراير ومارس اللي هم الربع الاولاني ده، كان معدل النمو في مصر 9%، كم؟ 9%، وده معدل نمو محترم، ولكن برضو مش كل الامور اللي احنا بنتمناها. يعني حصلت الازمه الروسية الأوكرانية، وكان ليها تداعيات كبيرة جدا جدا على الاقتصاد العالمي، وإحنا جزء منه، وإحنا جزء منه. طب إحنا عملنا إيه في النقطة دي عشان اللي سألني على موضوع الحماية الاجتماعية؟ أنا هقول لكم، فيه عملنا حماية اجتماعية شاملة وحماية اجتماعية مستهدفة، يعني استهدفنا ناس معينين. طب الشاملة إيه؟ قلنا إن إحنا السلع الأساسية كلها نحاول إن إحنا تبقى موجودة بوفرة، لأن عدم وجودها بوفرة يؤدي لارتفاع سعرها أكتر حتى من المعدلات اللي هي التسعير العادية، لا، لأن الطلب يزيد والناس تخاف
ما يلاقوش فيبتدوا يندفعوا في اتجاه الشراء، تقوم الدنيا تتلخبط. فاحنا قلنا الست شهور، واحنا الكلام ده كنا بقالنا 4 سنين شغالين عليه، ان يبقى عندنا سلع اساسيه تكفي الدوله المصريه 6 شهور. فاحنا ده اللي هو ايه؟ التامين الغذائي الشامل للدوله، او الامن الغذائي الشامل للدوله، ان لدينا احتياطيات من القمح، من الرز، من السكر، من الزيت، يكفينا المده ديت. واحنا حريصين على ان احنا نحافظ على الكتله دي. وعشان كده يمكن احنا لما حصلت الازمه اللي فاتت ديت، اللي هي بدات في مارس وكده، تلاقوا ان احنا يعني ان الحاجه كانت موجوده، الناس بتنزل تجيب اللي هي عايزاه، عمرنا ما قلنا لحد هات او ما تاخدش، مفيش كده يعني. والحمد لله ربنا، ومستمرين على ده. لكن نتكلم في التسعير. التسعير اتاثر كتير. حاولنا ان ده ما ينعكسش على المواطن. يعني لو احنا النهارده بنجيب القمح بتمن، التمن ده اللي احنا خدنا بيه، طب هي غليت بره زادت واحنا جايبينها بزياده، احنا ما عكسناهاش على التسعير بتاع الدوله. لا، حاولنا ان ده ما يتاثرش كتير. يعني مثلا لو قلت ان الرغيف العيش كان بيتعمل ب60 وب65 قبل كده، وبقى دلوقتي بيتكلف 80، هو برضه بيتباع بالايه؟ بال5 قروش. حاولنا ان احنا نحافظ على ان التسعير ما يتغيرش. طب الدوله تتحمله؟ تتحمله. الكلام ده ينطبق على الطاقه طبعا. هديكم مثال. النهارده الغاز اللي بيتم تقديمه لمحطات الكهرباء ده بيتاخد بثمن، يعني عايز اقول لكم ايه؟ يعني بيتباع بره، بيتباع بره الغاز ده قده 10 مرات وقد يزيد، 10 و15 مرة. طب احنا هل جينا النهارده اللي بالعكس، لما جينا حتى على برنامج زياده اسعار الكهرباء اللي كنا عاملينه، رحنا مجمدينه 6 شهور دول ليه؟ عشان ما يبقاش عبء على الناس. ده قرار دوله. طب التكلفه مين تتحملها؟ تتحملها الدوله. طب ده ليه تأثير على طبعا ليه تأثير. طيب المشتقات البترولية اللي بتستخدم نفس الكلام. حد يقول لي طب ما يا فندم انتوا زودتوا شوية في ال، هقول لك ده يعني السولار ده تقريبا 50%. يعني الدول الأوروبية بتعكس التسعير العادي، الحاجة زادت تزوده، الحاجة زادت تزوده. لكن احنا ما عملناش كده، لأن احنا عارفين إن المواطن في مصر يعني مش معقول هيتحمل الضغوط دي كلها. ثم طبعا استهدفنا الحزمه اللي انتوا سمعتوا عليها من اسبوع او من 4 ايام دي، اللي احنا نزود عدد المستفيدين في تكافل الكهرباء ب 400,000، وان احنا نزود ارقام 100 جنيه لكل بطاقه حسب عدد البتاع، 200 لاكثر من اسره، 300 لاكثر من كده. يعني حبينا ان احنا نحسن من خلال ضخ أموال، ده اللي هو الاستهداف بتاع الدولة بقى. يبقى أنا قلت الدولة اتعاملت مع موضوع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وتأثيراتها علينا بشكلين. شكل إن الدولة إن في الأساس نحاول بقدر الإمكان ما نعكسش الزيادة على الناس، حتى لو هي غالية بره، حتى لو هي غالية بره، حتى لو إحنا بنجيبها بأسعار كبيرة، حتى لو إحنا بنجيبها بأسعار كبيرة. فده اللي احنا عملناه. ثم استهدفنا بقى الفئات اللي هي الاقل دخلا والاكثر تضررا، ان احنا قلنا نوقف جميع منهم على الاقل 6 شهور اللي جايين. حياه كريمه ماشيه؟ اللي هم المرحله الاولى، ولكن المرحله الاولى هتمتد معانا لاخر السنه. وانا بحب اقول دايما للناس بكل شفافيه، لان احنا يعني كنا هدفنا واملنا ان احنا نخلص في شهر 6 7 اللي فات، ولكن مش عشان تمويل، لان احنا حطينا التمويل وقلنا ان احنا هنحافظ عليه، ولكن لان سلاسل التوريد كان ليها تاثير في كتير من الحاجات اللي بنجيبها. يعني لما بنعمل محطات معالجه، لما بنعمل اشغال بتحتاج بعض المنتجات، كان بيتم ان احنا بنجيبها من الخارج او مستلزماتها بتيجي من الخارج. فقلنا هنستحمل 6 شهور دول وان شاء الله نكمل. لكن حياه كريمه،
برضه عشان السؤال، احنا ان شاء الله مستمرين فيها، لان هي في النهايه احنا بنستهدف حياه 60 مليون، ولو ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيها هيبقى حاجه كبيره قوي جميله عملناها لبلدنا. واحنا شغالين زي ما احنا، احنا شغالين في البلد زي ما احنا، يمكن بنحاول لحد ما نحوكم اجراءاتنا عشان نجابه الظروف اللي موجوده ديت في مستلزمات انتاج او في مشتقات بتروليه زادت قيمتها او كلام من هذا القبيل، فاحنا بنحاول نعمل ده. كما أشار السيد الرئيس إلى أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري. الوعي بيتبني بأدوات كتير، أدوات المجتمع بيعملها وأدوات الإنسان يعملها. المجتمع يعمل إيه؟ عندك الإعلام. المجتمع يعمل إيه؟ عندك التعليم. المجتمع يعمل إيه؟ عندك دور العبادة سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو حتى يهودية. عندك الأسرة، يعني الأسرة، المجتمع، الإعلام، وعندك الدين. العناصر دول هم اللي بيبنوا الشخصية أو بيساهموا في بناء الشخصية كحاضنة كبيرة. طيب لو حصل أي خلل في عنصر أو عنصرين منهم يبقى ليه انعكاس على الشخصية اللي بنتكلم عليها هنا. والوعي بناء بيتشارك فيه الكل، مش حد لوحده، لكن أنتم لديكم الفرصة أن أنتم تعملوا الدور ده في وحداتكم. يعني مرة تانية مبروك وافرحوا، وخلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من أسركم. حياة جديدة إن شاء الله تبقى حياة طيبة جدا، احنا هتلاقي الناس كلها فرحانين بيكم، حتى الوحدات اللي هتروحوا لها هيبقوا مستنيينكم، بيعتبروا اللي هو الضابط الخارجي الجديد ده حاجة عظيمة جدا جدا. وأنا بثق في شبابنا وفي شاباتنا في مصر بصفة عامة، وطبعا في شباب الجيش بصفة خاصة. فمبروك، ألف مبروك.